مليون عداد. حلول اخرى تانية انه النهاردة يا فندم عن طريق الانترنت والموبايل كمان في ابليكيشنز، الناس معظمها النهاردة عندنا يعني كل الناس معاها موبايلات، ففي ابليكيشن خاصة بيه او تطبيقات خاصة بيه ازاي يحسب الفاتورة، تطبيق تاني عن خدمات الكهرباء الذكية وادخال قراءة العداد، الاتصال بالرقم 121. المواطن لازم بذمتك يا دكتور محمد بيوم وشلبية هيعملوا ده؟ يا دكتور محمد انا تعمدت اجيب لك في شريحة هتعمل ده، انا معاك. هقول له حاضر والله هكمل حاضر، لكن في ناس مش هتعمل اللي حضرتك ده الراجل بيقول لك انا عندي لمبة واحدة وبقفلها بالليل عشان الناموس ما ياكلنيش، ما عنديش تلفزيون، ما عنديش تلاجة.